السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله هنحكي عن المانجمنت اوف بيشنت وذ تشيست اند لور ريسبيرتوري تراك ديس اوردرز. هنبدأ بموضوع مر علينا في البوست اوبراتيف نيرسينج كير اللي هو اسمه الاتيلاكتسيز، واحدة من الكومبليكيشن اللي ممكن تصير بوست اوبراتيف. ايش هي الاتيلاكتسيز؟ زي ما حكينا في المحاضرة السابقة هي refers to closure or collapse of alveoli، يعني هي بيعنى فيها الانغلاق او الانكماش تبع الالفيولاي، تبع الحويصلات الهوائية تبعون الرئتين، اللي بيصير في الرئتين نتيجة الهايبوفنتيليشن، عدم قدرة المريض على انه ياخذ نفس عميق. Often is described in relaxation to x-ray in relation to x-ray finding and the clinical sign and symptoms. كيف انا ممكن اعرفها؟ عن طريق الساين والسيمتوم تبعتها، او عن طريق الاكس-ray انك تشوف في مناطق في الرئتين ما فيش فيها تهوية، no aeration. Atelectasis may occur in adult as a result of reduced ventilation. هاي السبب اللي حكينا عنه، انه التنفس قليل ما بخدش نفس عميق. Or any blockage that obstruct passage of airway to and from the alveoli. واي عملية بتأدي الى انه الهواء يدخل للرئتين يكون قليل، والهواء اللي بيطلع من الرئتين يكون قليل، هذا حيخلي يصير في عنا حاجة اسمها الاتيلاكتاسيز. زي الناس اللي بيكونوا حكينا عاملين عملية في بطنهم، ما بيصيرش عنده القدرة انه ياخذ تنفس بشكل عميق عشان الجرح بوجعه، فبيصير يتنفس نفس شالو بريثينج، فهذا بيخلي يصير في ضمور في الالفيولايز او كولابس، انكماش، وبيقل التهوية فيها. After the trapped alveolar air is absorbed into the bloodstream، كمية الهواء اللي فيها حيمتصها الدم، حياخد الأكسجين منها، وبالتالي حتصير قليلة جدا. No additional air can enter into the alveoli because of the blockage. وزي ما الايرواي السكر في blockage، مش حيدخل هواء غيره، فحتضلها تنكمش لما إيش تصير collapse. As a result the affected portion of the lung becomes airless، فيش في تهوية، and the alveoli collapse. Possible causes are altered breathing pattern. من إيش بتصير؟ إنه التنفس زي ما حكينا بكون في مشكلة، زي إنه مش قادر يأخذ نفس عميق، أو إنه في عنده secretion كتير، فالsecretion حلت محل الهواء هذا، أو عنده pain زي ما حكينا في البوست surgical. Alteration in small airway function prolonged supine position، واحد نايم كتير على ظهره، فبالتالي ممكن هذا الكلام يصير برضو عنده. Increase abdominal pressure، واحد عنده جرح في بطنه، أو حتى انتفاخ شديد في بطنه، فما بصيرش عنده القدرة إنه اللنج يصير لها full expansion. Clinical manifestation، هيك الناس اللي سمان لي كتير بتلاقي بتنفس في صعوبة. Clinical manifestation sign and symptoms include increased dyspnea, cough and sputum production. هتلاقي في عنده صعوبة في التنفس، هتلاقي في عنده cough باستمرار، وهتلاقي عنده شوية secretions بطلعها sputum. Sputum يعني البلغم بنسميه. In acute atelectasis involving a large amount of lung tissue, looper atelectasis, تمام؟ Marked respiratory distress may be observed. ممكن يكون في respiratory distress بشكل ملحوظ إذا كانت الاتلاكتاسيز مش بنتفة في اللنج، عاملة لوب، كل اللوب فيه اتلاكتاسيز، فساعتها هتشوف تاكيبنيا وديسنيا ومايلد تو مودريت هايبوكسيميا، حتى اللي هو المستوى تشبع الدم بالأكسجين حيبدأ ينخفض، وكل ما بتزيد الاتلاكتاسيز حتزيد السيفيريتي، أو حتزيد كل ما بتزيد السيفيريتي في الاتلاكتاسيز حتزيد اللي هو الديبريشن في الهايبوكسيميا، يعني أو الديكريز في الهايبوكسيميا، تمام؟ طب كيف بدنا نمنعها هذه الاتلاكتاسيز؟ أهم حاجة نمنع فيها الاتلاكتاسيز إني أخلي المريض ياخد ديب بريد أند كاف، تمام؟ إذا كان عامل عملية بدي أعمل له early mobilization، خليه يتحرك بدري، وخليه يعمل respiratory exercise اللي حكينا عنهم. Voluntary deep breathing maneuver at least every 2 hours، لازم يعمل breathing exercise كل ساعتين على الأقل، عشان تعمل تساعد في منع الأتلاكتاسيز هذه عن طريق اللي هي deep breath exercise اللي حكينا عنها، شم وردة وينفخ، شم وردة ويطفي شمعة،
تمام. وحكينا احنا ممكن نستخدم اللي هو بدائل، اذا انا ما بدي اعلم المريض ممكن اخليه ياخذ نفس عميق من مناخيره واخليه يطلع النفس من انبوب قلم، ممكن اخليه اجيب له بلالين واخليه ينفخ البلالين هذول. ايش بستفيد من نفخ البلالين؟ انه هو حيضطر كل مره عشان ينفخ كميه كبيره من الهواء في البالون انه ياخذ ديب بريد، ياخذ نفس عميق، بس بقول له خذه من مناخيرك وبعدين انفخه في البالون. وعشان الواحد ينفخ بالون لازم يطلع الهواء بشويش ولا لا؟ غصبا عنه بطلعه بشويش. وهيك انا اذا اني اجيب بلالين وانفخهم، بيجي حد بيحكي لي من وين اجيب بلالين؟ هو في مستشفى بلالين؟ بنقول لهم ممكن نستخدم اللاتكس جلافز اللي بكونوا هذول، ممكن اجيبهم انا واخلي المريض ينفخ الجلافز هذه اللاتكس. وبالتالي خاصة لو كان طفل مثلا بده حاجة يلعب فيها، فاحنا بنجيب له بالون ينفخه هو بيلعب، واحنا بنستفيد انه بنمنع الاتيلاكتسيز. طبعا في حاجات استراتيجيز اللي هي يعني فيها امكانيات اعلى من هيك، زي اني استخدم حاجة بسموها السبايرومتري. ايش السبايرومتري هذا؟ اني اجيب جهاز اسمه السبايروميتر. السبايروميتر هذا هو عبارة عن جهاز بكون فيه 3 طوب مثلا، وانت إله اللي هو يعني مدخل للفم، فبحط المريض في تمه وبيعمل انسبيريشن لحاله، وبعدين بحط الجهاز هذا في تمه أو التيوب هذا في تمه وبنفخ فيه، فبطرد الطبب عن طريق الإكسبيريشن تبعه إلى الأعلى. الآن الطبة الأولى مثلا بكون معناها أنه هو نفخ 300 cc، الثانية معناها أنه 600 cc، الثالثة معناها أنه 900 cc. فهذا بيعمل نوع من أنواع التحدي عند المريض، وبنصير نقول له يلا هيك طلعت الأولى برافو عليك، بدنا هيك تطلع الثانية والثالثة كمان، يلا هلقيتها شد حيلك تطلع الثانية. إيش يعني طلع الثانية؟ يعني خذ نفس أعمق عشان تنفخ كمية أكبر. وهذا هي فكرة الريسبايرو ميتر. بيشنت not respond to first line measure or who cannot perform deep breathing exercise. إذا واحد ما بيقدرش يعمل exercises تبعت deep breathing هذه وما عندوش القدرة ينفخ بالون ولا يعمل respirometer، ساعتها ممكن الوضع تبعه سوء ونحتاج نحط له اللي هو positive end expiratory pressure، يعني أحط له حاجة بنسميها CPAP ماسك. السباب ماسك اللي هي وظيفتها إنها تحافظ، يعني هي تضغط كمية هواء وتخليها في الألفيولاي عشان تفتح الاتيلاكتسيز الموجودة. هيك بنكون خلصنا الاتيلاكتسيز بشكل سريع. الموضوع تبع الاتيلاكتسيز كتير مهم وكتير بيجي في الامتحانات، وبدنا نخش في حاجة اسمها الأكيوت برونكايتس. الأكيوت تريكيو برونكايتس. ليش بنسميها تريكيو برونكايتس؟ An acute inflammation of the mucous membrane of the trachea and the bronchi. لأنه الانفلاميشن بيصير في التريكيا والبرونكاي. سيمبلي احنا بنحكي عنها برونكايتس لأنه هي ضمن المفهوم انه حتيجي الالتهاب من التريكيا على البرونكاس اللي هي الشعيبات الهوائية. The inflamed mucosa of the bronchi produce اللي هو مايكوبيورولانت سبيوتم. بصير في عنده عند الناس اللي هو يعني افرازات غليظه اللي هي بسموها البلغم. اوفن ان ريسبونس تو انفيكشن باي ستريبتوكوكاس نيومونيا هيموفيلس انفلونزا اور مايكوبلازما نيومونيا. هذه هي البكتيريا المتهمه والمشهوره بانها عاده برونكايتس. كمان هذا كبكتيريا كمان كتير بتصير ممكن من الفيرال انفيكشن، وهي مست 80% من البرونكايتس خاصة في الأطفال بتكون فيرال. الفانجال انفكشن كمان ممكن زي السبريجيلاس، نوع من أنواع الفطريات ممكن تعمل برضو تريكي برونكايتس. يعني بنفهم إنه الأكيوت تريكي برونكايتس ممكن تصير من الفيروس، ممكن تصير أو الفيروسز بشكل عام أنواع مختلفة من الفيروسز، ممكن تصير من البكتيريا، ممكن تصير من الفانجل. لو كانت فانجل شاطرين وعارفين إنه العلاج حيكون أنتي فانجل، حاجة ضد الفطريات. لو كانت بكتيريا حتكون حاجة ضد البكتيريا أنتي بايوتيك. لكن لو كانت فيروس عادة بكون العلاج سيلف ليميتد لحاله، الجسم بيطيب منها والفيروس بموت لحاله. ولكن في خلال 3 لـ5 أيام اللي بيكون فيها نشاط فيروسي لازم احنا نساعد الجسم عن طريق شرب كميات كبيرة من السوائل، وتكون السوائل هذه دافية عشان تزود كمية البلاد سبلاي اللي بتيجي
منطقة البرونكس، وبالتالي تزود الأجسام المناعية اللي ممكن تهاجم الفيروس هذا وتقضي عليه. وهان بكون السر والفرق بين الفيروس انفكشنز والبكتيريال انفكشنز اللي لازم يكون فيها علاج بالأنتيبيوتيك عشان يكسر الحلقة تبعت البكتيريال مالتيبليكيشن لأنه مايكرو أورجانيزم. تمام، الكلينيكال مانيفستيشن، طب ايش في علامات بتكون عند الناس اللي بيصير عندهم تريكيو برونكايتس؟ عاده هدول بكونوا اهم حاجه بتميزهم الكحه، زي اللي بيصير مع مرضى كوفيد بنلاقيه اكثر حاجه بيسويها انه اذا كان عنده يعني ريسبيراتوري سيمتوم انه بضله يعمل كف، الريتيتنج كف بنسميها، كل شوي بعد الثلاث دقائق فدائما عنده irritating cough and expectorate a scant amount of mucoid sputum. عادة بكون هذا productive cough، بعد اولا بتكون dry cough، بعد هيك بتصير وطبعا لما بتكون دراي بتكون كتير مزعجة ومؤلمة، وإحنا هدفنا إنه نخليها طرية وتصير بروداكتيف كاف. لما بطلع البرودكشن يعني السكريشنز هذه بتكون أقل حدة وأقل ألم. تمام، وعشان هيك احنا عاده بنديله اكسبكتوريت اكسبكتورانس، يعني عشان يعمل اكسبكتوريشن يطلع هذه السكريشنز الموجوده ويتحسن وضعه. ومن اكثر الحاجات اللي بتفيدنا بانه نطلع السكريشنز هذه زي ما حكينا السوائل الدافئه، وممكن نستخدم الادويه اللي مذيبه البلغم بسموها او مقشعات البلغم اللي بسموها ميوكوليتيك ايجنت. ميوكوليتيك ايجنت من اشهرها دواء اسمه السولفكس او دواء اسمه الاسيتايل سيستين. الاسيتايل سيستين هذا اخذته في الادويه اللي هو عباره عن الانتيدوت تبعت الباراسيتامول، اسمه الاسيتايل سيستين. اسيتايل سيستين هذا من الادويه المشهوره اللي بتستخدم از ميوكوليتيك ايجنت. The patient may report sternal soreness from coughing and have fever or chills. كمان مازال في حراره، مازال في انفكشن، اكيد حيكون في حراره، حيكون في رعشه، حيكون في عنده تعرق في الليل، صداع، ضعف عام، جنرال ميليز. If infection progress ممكن الموضوع يتطور أكثر وينزل من البرونكاس، ينزل لتحت ويصير عند المريض inspiratory stridor and expiratory wheeze and produce purulent، اللي يصير عنده كمية كبيرة من الباس ويصير عنده stridor في ال inspiration، وهذا كله كمية كبيرة الموجودة من البلغم. عشان هيك الميديكال مانجمنت زي ما حكينا، اذا كان بكتيريا فورا بدنا نتجه للانتيبايوتيك تريتمنت. انتيبايوتيك تريتمنت بي انديكيتد ديبيندينج اون ذا سيمبتوم سبيوتام بيورلانس اند ريزلت اوف ذا سبيوتام كلتشر. اذا احنا لازم نعمل، المفروض نعمل كلتشر للسبيوتام هذا ونتاكد اذا بكتيريا الان اديله مضاد حيوي. احيانا احنا من اللون ومن شكل الباس السبيوتم هذا بنقدر نتعرف انه هذا شكلها بكتيريال، ومن درجة الحرارة كمان تبعت المريض والفريكوينسي اللي بتيجي فيها الحرارة ممكن نعرف انه هذا شكله بكتيريال، ويكون احنا او الطبيب بشجع استخدام الانتيبيوتيك حتى من غير ما يعمل كالتشر. عادة ممكن ناس تروح على الصيدلية وتقول له بدي أي حاجة تعمل ستوب للكف اللي عندي، يعني إريتنت كف ومزعجة، فبده حاجة ضد السعال. هذا الكلام ممكن يكون مؤذي جدا لما بتكون الكف هذه دراي، كحة ناشفة زي ما بيسموها. وروح مثلا صيدلية يديك حاجة للكحة، يديك أنتي هيستامين. تمام، الانتي هيستامين معروف عنها انها ضد السعال، حتوقف الكحه اللي عندك و حتشتغل ضد السعال صحيح، لكن هذا ايش حيعمل؟ حيخلي عندك السكريشنز تتحوش. لذلك انتي هيستامينز يوجوالي ار نوت بريسكرايب، مش بريسكرايب، ار نوت. اذا لو نوصل بتكون خطا، بيكوز ذي كوز اكسسيف دراينينج اند ميك سكريشن مور ديفيكلت تو اكسبكتوريت. وهذه مشكله ممكن الناس تعالج حالها من حاله، لا حاله عنده سعال فيروح من الدواء اللي موجود تبع اخوه او اخته وياخذ اللي هو شوية شراب منه، وبالتالي يصير في عنده
زي ما حكينا دراينس اكثر ويصير في عنده تجمع اكثر للسكريشنز هذه. عشان هيك الاصل اكسبكتورانس مي بي بريسكرايب، زي ما حكينا مقشعات البلغم هي اللي تستخدم زي الاسيستايل 16 او دواء ثاني اسمه سولفكس، كلهم طلع سولفكس من مذيب، يعني حاجات اسمها ميوكوليتيك ايجنت اللي هي مذيبات البلغم. طبعا في كثير ناس بيقول لك حتى الادويه هذه مش كثير مهمه، الاحسن ان احنا نعتمد على اللي هو السوائل الدافئه، وهذا كلام اكيد انه صحيح، يعني اعتمادنا على السوائل الدافئه لو كان اكثر بكون افضل. النيرسينج مانجمنت، احنا كنيرسز ايش بدنا نخلي المريض؟ يعني اكبر اذا المريض بحبش يشرب الادويه، مش موجود عندنا مقشعات بلغم، احنا دائما بنشجع اكيوت برونكولايتس يوجوالي تريتد ان ذا هوم سيتنج، انه بنشجع احنا كنيرسز انه هذه الحاجات بتتعالج بمستشفى بالبيت، مش محتاجه مستشفى. فعشان هيك النيرسينج مانجمنت تبعتها انه انت زود الهيجين، النظافه، مستوى النظافه لازم يزيد علشان البكتيريا ما تضلهاش تتجدد عندك. يعني انت واحد عنده سكريشن كل شويه بمخط وإشي، فبده يروح كل شويه يغسل ايديه، يغسل وجهه، يغسل انفه، يغسل يتمخمض، حتى اللي هو المخمضه بمي وملح والغرغره بمي وملح ممكن تنظف اللي هو الحلق والبلعوم، وهذا ممكن يخلي يحسن الوضع بشكل عام. كميه السوائل لما تزيد في الجسم هذا بتخلي السكريشنز تصير خفيفه، وبالتالي اللي هو الاكسكريشنز تبعتها اخراجها مع الكف بصير اسهل بدل ما تكون الكحه ناشفه. اذا احنا بشكل عام نزود سوائل بشكل عام، لو كانت دافئه بكون احسن واحسن. The nurse encourage and assist patient to sit up frequently to cough effectively and to prevent retention of اللي هو micropurulent سبيوتم. كتير كويس لما بدك تكح انه انت تكون جالس مش نايم وتكح، تكون جالس، لانه لما انت جالس بكون عندك قدرة على الكف بشكل احسن. If the patient is taking antibiotics، إذا المريض كتب له الدكتور antibiotic بنقوله لو سمحت لازم تكمل الكورس، مش أول يومين بدأ يتحسن يسيب الدواء ويصير عنده ترجع البكتيريا تقوى تاني، يصير عنده حاجة بنسميها relapse infection relapse، لا لازم تضلك مكمل علشان البكتيريا كلها تموت. هيك بنكون خلصنا البرونكايتس، ركزنا فيها على اللي هو السوائل، وركزنا فيها على عدم استخدام الانتيهستامين، وحكينا انه هي ممكن تكون فيرال او بكتيريال او فانجاس. بدنا نحكي الان عن النيومونيا، النيومونيا is an inflammation of the lung parenchyma. البرنشيما تبعت اللانج نفسها، الخلايا تبعت اللانج تيشو، يعني فيها infection caused by various microorganisms، زي ما حكينا ممكن تكون نتيجة أي نوع من الميكروأورغانيزم، سواء كانت بكتيريا أو فانجاس أو حتى الفيروس اللي لا تعتبر ميكروأورغانيزم ممكن تعمل النيومونيا هذه. لكن النيومونيا بقسموها لعدة أقسام، الأقسام تبعتها والكلاسيفيكيشن تبعتها أنها تكون كوميونيتي أكوايرد نيومونيا أو هوسبيتال أكوايرد نيومونيا أو نيومونيا إن ذا إميونوكومبرومايزد هوست أو أسبيريشن نيومونيا. هاي أربع أنواع تبعت النيومونيا. إيش اللي يعني الأولى كوميونيتي أكوايرد نيومونيا؟ يعني النيومونيا بتيجي للواحد من المجتمع، هذا بيكون رايح على العيادة، رايح على نادي، رايح على أي مكان في ناس كتير، على الجامعة، فقابل شخص عنده نيومونيا، الشخص هذا عمل سنيزينج أو عمل كف، عمل طلع منه شوية دروبلت، الدروبلت هذه انت اخذت كميه منها فصار عندك انفكشن اللي هو تشست انفكشن او نمونيا. لكن في نوع من انواع النمونيا بيصير بس في المستشفى بنسميه هوسبيتال اكوايرد او بسموه نوزوكوميا. ايش يعني؟ هو المريض جاء عشان يعمل ابندسايتس، عمل ابندسايتس، لكن نتيجه انه صار عنده وجع في بطنه، صار عنده شويه اتيلاكتسيس، ما خدش نفس كويس، ما عملش ريسبيراتوري اكسرسايز كويسة، دخل في نمونيا، سكندري نمونيا، او اذا هذا هي الهوسبيتال اكوير، او كان في مريض جنبه عنده نمونيا فانعدى منه.
في ناس عندها مناعتها ضعيفة فبصير عندها حاجة بسموها نيومونيا فيل اميونو كومبرومايز هوست، وفي ناس بصير عندهم اسبيريشن نيومونيا نتيجة انه جزء من الطعام او جزء من الجاستريك كونتنت بصير له اسبيريشن وبيدخل على الرئتين، يعني من الاسوفجس بصير له ارتجاع ريجرجيتيشن وبيخش في اللي هو التريكيا، ومن التريكيا بنزل على اللنج، وهذا ممكن يسبب الاسبيريشن نيومونيا. انواع مختلفة من النيومونيا حسب السبب تبعها. الباثوفيسيولوجي بكل بساطة انه البكتيريا حتروح على اللنج تيشو، ان انفلاماتوري رياكشن كان اوكير ان ذا الفيولاي اللي هي في اللنج تيشو، طبعا عارفين فيها تجويف اللي هي الحويصلات الهوائيه الالفيولاي، برودوسينج ان اكسوديت ذات انترفير وذ ذا ديفيوجن اوف اوكسجين اند كربون دايوكسيد. ولما تصير انفلاماتوري بروسيس حتصير بدل ما هو في هواء في الالفيولاي هذه حتصير في باس، تمام، اللي هو ايش الباس هذا اللي هو سبيوتم، ما زال اجى انتيجين وقاعد في الالفيولاي بكتيريا ولا فيروس ولا وات ايفر، حتيجي الوايت بلاد كيف بتكون الباس هذا وكيف بتكون البايرولنت ديسشارج هذه، عن طريق انه الوايت بلادز اللي بتيجي وبتهاجم اللي هي النيوتروفيلز بتيجي وبتهاجم هذا الانتيجين الموجود، نتيجه الانفلاماتوري بروسيس هذه ومهاجمه الوايت بلادز للانتيجين الموجود بصير زي ما بسموهم يعني قتلى او ضحايا الحرب، بموت من البكتيريا وبموت من الوايت بلاد سيل، فبتصير اللي هو تتكون اللي هي السكريشنز هذه اللي انتم بتشوفوها على هيئه بس او هيئه اللي هو بلغم، تمام، لو كان جريح بنسميه بس، لو كانت سكريشنز في اللنج بنحكي عنها سبيوتم، هي في النهايه في الحقيقه بس، تمام، يعني صديق. Anyway لما بتتكون هاي بتحل محل الهواء فبتمنع الايش الايريشن، ما بيصيرش في المنطقه هذه يصير تبادل غازات، وبالتالي بيصير المريض عنده الكومبليكيشنز كتير اللي انتم بتعرفوها، او خلينا نحكي في الكلينيكال مانيفيستيشن قبل الكومبليكيشن اللي هي العلامات، انه اولا حرارته بتعلى اكثر من 38.5، يعني بصير عند 40.5 هذا دليل انه عنده سخونه كتير، يعني كمان بصير عنده اللي هو كاف، وكمان بصير عنده تشيست بين، وكمان بصير عنده عدم قدره على انه ياخذ ديب بريثينج، واذا باخذ ديب بريثينج بحس بين اثناء الديب بريثينج هذا، كمان بصير عنده اورثوبنيا يعني بيقدرش ياخذ نفس خاصه لما يمد حاله على ظهره، يعني لما ينام بصير عنده اورثوبنيا شورتنس اوف بريث وين لاي داون، تمام، كمان بكون عنده عدم قدرة على الأكل، ليش؟ لأنه كل ما بأكل بصير يلهت، لأنه عشان يأكل لازم يغلق مجرى التنفس، هو بأخذ كميات قليلة جدا من الهواء فبصير ما عندهش رغبة في الأكل، لأنه الأكل بصير يتعبه لأنه مجهود، وبالنسبة له بده يغلق مجرى الهواء عشان يبلع، فبصير يفضل أنه ما يعملش هذه الحاجة وما يأكلش عشان يضله ما بلهتش، ويضلوا كمية الهواء البسيطة اللي بتدخل له محافظة على حياته. المريض بتلاقيه بيطلع سبيوتم كتير اللي هو بلغم كتير أو رغام بسموه بالعربي، اللي هو عبارة عن بيرولانت ديسشارج، يعني سبيوتم صديدي، يعني مش بلغم يعني رغامي يعني زي الفوم، لا انا بكون صديد لونه اصفر او لونه اخضر نتيجه انه في على يعني بدل على عمليه التهاب قويه، تمام، بكتيريه او فيروسيه. طبعا احنا عشان نقيم هذا المريض بعد ما شفنا الكلينيكال مانيفيستيشن تبعته، يعني انا بدي اكد كمان مره واحكي في الكلينيكال مانيفيستيشن اهم حاجه الحراره، اهم حاجه الريسبيراتوري ريت حيكون عالي بتنفس عالي، كمان حاجه انه حيكون عنده اورثوبنيا اوبور ابيتايت اوكي، بس الحاجات المهمه حراره، تكبنيه، نفسه عالي اكثر من 30، كمان لو رحت شفت الساتوريشن حتلاقي هايبوكسيا، حلاقي الساتوريشن عنده شويه واطي، اوكي، لو رحت انا وطبعا في بايرولانت ديسشارج.
عشان احنا نعمل اكزامينيشن للمريض هذا غير الساين والسيمتوم اللي حكيناها، بنحتاج نعمل له تشيست اكس راي عشان نشوف اللي هو كيف وضع الرئتين واذا فيها علامات انفكشن ولا لا. كمان ممكن نعمل له احنا سبيوتم كلتشر، ناخذ من السكريشنز تبعته ونعمل له كلتشر. كتير بفضلوا انهم يدوا للناس اللي فوق ال 65 فاكسين ضد النيومونيا، تمام، علشان تمنع اصابتهم بالنيموكوكال نيمونيا مع اللي ممكن تصير بعد اي فلوانزا انه يصير عنده. وهذا اللي بيصير يا جماعه حاليا مع المرضى بوست كوفيد. كوفيد بيجي بيعمل شويه برونكايتس وممكن الناس تتعافى منه بكل بساطه، لكن في هاي ريسك جروب بيصير عندها كومبليكيشن، بخشوا في نمونيا من البرونكايتس اللي بيعملها الكوفيد، تمام. فهدول الناس كويس انه لهم التطعيم، حتى تطعيم الكوفيد بيكون كويس لهم عشان ما يصيرش عرضه للكوفيد نفسه والكومبليكيشن تبعت الكوفيد، تمام. في الميديكال مانجمنت عاده ما زال في عندي التهاب، والالتهاب هذا بكتيري، لازم يكون فيه اللي هو انتيبايوتيك مانجمنت، وبفضله دائما دواء اسمه او من مجموعه الماكروليدز بسموه الازيثروميسين، ويمكن سمعته وبتشوفه هلقيت انه كل مرضى الكوفيد والبوست كوفيد كومبليكيشن بيعالجوهم بالازيثروميسين، واخذ شهره عالميه هذا الدواء. طبعا هدول السلايدات زي ما انتم شايفين موجودين من قبل ما يكون كوفيد، لانه هاي المانجمنت الحقيقي والمعروف تبع اللي هو النمونيا. والأزيكير والماكروليس معروفة عالميا إنها كويسة كتير في حالات النمونيا. في مرضى ممكن نحتاج نعملهم كومباينيشنز أكتر من دواء، يعني مثلا يدوهم ماكروليس اللي هو الأزيثروميسين أو كلاريثروميسين مع اللي هو مجموعة الفلوروكوينيلون اللي هي السيبروكسين أو الليفوفلوكساسين. وبرضو أكيد شفتوا إنه كتير في ناس بيدوهم الأزيكير اللي هو الأزيثروميسين زائد السيبروفلوكساسين أو زائد الليفوفلوكساسين اللي هو الليفوكس. أكيد شفتوا هذا أثناء تدريبكم في المستشفى. هذا من الحاجات المهمة بالنسبة للأنتيبايوتيك ثيرابي. من الحاجات الثانية المهمة الهايدريشن ثيرابي، حتى لو كان آي في، لأنه حكينا المريض ممكن يكون عنده لو أبيتايت وما عندهش القدرة أنه يشرب سوائل بنفسه، فإحنا ممكن نديله اللي هو فلويد ثيرابي عن طريق عشان نعمل هايدريشن ونزود كمية السوائل في الجسم. هذا حيخلي المريض عنده القدرة على أنه السكريشن تبعته تصير أقل فيسكوسيتي، أقل لزوجة، وبالتالي يصير عنده القدرة على طردها. كمان لازم نهتم بالحرارة اللي عنده، نديله أنتيبايوريتيك. أنتيبايوريتيك اللي هو مخفض حرارة زي الباراسيتامول هو اللي كومونلي يوز في الحالات هذه. لو كان الكف عنده كتير زي ما حكينا بنستعين بالميوكوليتيك ايجنت، مطريات البلغم او مذيبات البلغم. حكينا انه ممكن تكون الوارم وايس التبخير الدافئه، في كتير ناس بيقول اشرب بابونج، اعمل تبخير بابونج، هذا جدا ممكن يفيد عشان يطري اللي هو الميوكس ممبرين، يخلي الميوكس ممبرين سوفت ميوكس ممبرين، وبالتالي يقلل الامكانيه تبعت الانجري. في ناس من كتر الكحه ممكن يصير يطلع بلاد، تمام. فاحنا لما بنعمل وبندي له وارم ومويست انهاليشنز تبخير وسوائل دافيه، حتخليه يقلل هذه فرصه الانجري للتريكيا اثناء الكف. كتير في ناس ممكن يخشوا بسبتك وبمشاكل اكتر ويحتاجوا اي سي يو مانجمنت، لانه صار بده ميكانيكال فنتيليشن، بده جهاز يتنفس عنه علشان الدخل في كومبليكيشن كبيره، وسبتك كل جسمه صار في عنده حاله من الالتهابات اللي خلته محتاج انه ينام في العنايه المركزه، ويحتاج جهاز تنفس صناعي وأدوية مضادات حيوية قوية.
لذلك زي ما حكينا من البوتنشال كومبليكيشن انه يصير عنده شوك يخش بصدمه اسمها سيبتيك شوك، صدمه من الالتهاب او ريسبيراتوري فيلير، او انه يبطل عنده القدره على التنفس ويحتاج ميكانيكال فنتليتور. زي ما حكينا ممكن يكون اتيلاكتس، ملاحظين الاتيلاكتس ممكن تعمل نمونيا، وممكن النمونيا تؤدي لانه جزء كبير من اللانج يصير كولابس ويصير اتيلاكتس. شايفين كيف بلورال افيوجن نتيجه السيبتيك ممكن يصير رش في السوائل حوالين اللي هو او في البلورال كافيتي وتملي او تعمل اللي هو بيسموها البلورال افيوجن، حناخده بالتفصيل. وممكن يكون المريض يصير كونفيوجن لانه صار في قله في الاكسجين اللي بوصل للدماغ فحيصير كونفيوزد. تمام. النيرسينج مانجمنت اللي بتهمنا تبعت النمونيا كبشه نيرسينج دايجنوستس مهمين. اول واحد منهم اسمه انفكتيف اير واي كليرانس ريليتد تو كوبيوس تريكيوبرونكيال سيكريشنز، او كمان عنده اكتيفيتي انتوليرانس ريليتد تو امبيرد ريسبيراتوري فانكشن. كمان عنده ريسك فور، طلع كيف النيرسينج دايجنوستس، في منها اكتوال في منها بوتنشال ريسك فور ديفيس اللي هو ديفيسنت فلويد فوليوم ريليتد تو فيبر and rapid respiratory rate, imbalance in nutrition less than body requirement or altered nutritional status less than body requirement related to poor appetite. صح. Deficient knowledge about the treatment regimen and preventative health measure. أكيد برضو هذا المريض ما عندوش كل المعلومات اللي صارت عندكم الآن، فأنتم محتاجين تعلموها للناس، تحكوا لهم إيش هي الـ considerations وإيش كيف تيجي العدوى وكيف نمنع حالنا، نمنع إنه تجينا العدوى وكيف إنه نعالج حالنا لما تجينا العدوى بالالتزام بالدواء، شرب كميات كافية من اللي هو السوائل، استخدام الانهيليشن الدافئه والحركه زي ما حكينا البسيطه، لانه الحركه الكتيره والمجهود مش واحد يروح يجري مثلا، لا منفعش لانه انت عندك نقص في الاكسجين، فبالتالي ممكن هذا يتعرض حالك للمخاطر، لكن حركه معقوله بحيث انها تساعدك على اخراج السكريشنز هذه وتبدا تتحسن. نيرسينج دايجنوستس هذه طبعا حيكون فيها هوم وورك لازم تعمله لكل واحد منهم اللي هو انترفينشنز، ايش هي البلان نيرسينج انترفينشنز، كيف بدك تحل هذه المشكله التمريضيه، كيف واحد عنده انفكتيف اير واي كليرنس ريليتد تو اللي هو السكريشنز هذه، كيف بدنا نحلها، ايش اسوي له، النصائح اللي احنا بدنا نديها له الناس، والإجراءات اللي أنت بدك تعملها لو كنت أنت بتهتم في مريض في المستشفى عنده ineffective airway clearance وباقي اللي هو nursing diagnosis. أوكي. المحاضرة هيك إن شاء الله خلصت، والمرة الجاية إن شاء الله هنحكي في الموضوع الثاني اللي هو التوبركلوسز.